السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نشرح معلومات عن الكونسترينتس الموجودة عندنا هان وكيف نستخدمها. لو جبنا هان في عندي بوكس وكمان بوكس تاني، خليني نعمل له شيفت ونسخة تانية منه، وهي كوبي. احنا في الطبيعي او كتير من الاحيان نستخدم اللينك. في هذه الحالة بصير الجسم هذا تبعي ابن للجسم هذا، ايش بصير التأثيرات على الحركة او دوران او سكيل؟ راح نلاحظ انه بتأثر الاثنين مع بعض. لكن اذا انا كنت بدي علاقة اخف من هذا، بمعنى اخر ان لو انا عايز اربط الحركة مع بعض لكن مش عايز اربط دوران، لو انا عايز اربط دوران مش عايز اربط حركه، وهلم جرا. هات نشوف الخصائص الموجوده عندي. انا فصلت الربط اللي عندي، هيك الجسمين غير مربوطات. بالمناسبه خلينا اعود اربطهم، انا يمكن راح نشوفها بالتفصيل في المستقبل. بس في هان عندي جراف ببين لي العلاقه، هي بوكس واحد وبوكس اثنين. لو انا حطيت بوكس ثلاثه بوكس اربعه راح يقول لي انه هذا الابو وهذا هو الابن تبعه، راح يعمل لي هيراركي كامل يعني مربعات بشكل هيك تحت بعضه، يوضح لي العلاقات بين بعضهم اذا انا كنت مش عارف، لان انا هيك مش شايف العلاقات بين بعضهم. صح. طبعا افصل العلاقه وراح نلاحظ لو احنا فصلنا العلاقه عودنا جينا هان، العلاقه تنتين بوكسات حوالين بعضهم، ما فيش لهم اي ارتباط، يعني عشان اذا حبينا نتاكد انهم مرتبطات ولا لا. في انا لو عصيت على الجسم هذا في عندي انيميشن كونسترينت، في عندي بوزيشن كونسترينت. طبعا باث كونسترينت احنا مرينا عليه وجربناه واشتغلنا عملنا عليه مثال قبل هيك. نشوف البوزيشن كونسترينت. بوزيشن من اسمه بوزيشن، يعني الموقع، هو بربط موقع الجسم هذا بموقع الجسم هذا فقط. طب والدوران ما بربطش، السكيل بربطش، احنا صعقنا اول ما ربطناه اجوا الاثنين في نفس المكان، هو ربطهم واعطوا لنفس للجسمين نفس المكان تبع الاول، للجسم الاولاني نفس المكان. لو انا عايز يرجع لمكانه كيب انيشال اوفست، وهذا راح نلاقيها في معظم الكونسترينتس اللي راح نستخدمها. كيب انيشال اوفست يعني حافظ على المساحه الاساسيه او الرئيسيه اللي كانت قبل عمليه الربط، لكن الجسمين مرتبطات. هات نتاكد هاي الحركه جميع الاتجاهات. طب اعمل سكيل ملوش علاقه، اعمل دوران، احنا ربطنا بس البوزيشن كونسترينتس تبعه. احنا برضو لو اجينا هنا راح نلاحظ انه الجسم هذا بينفع اربطه مع اكثر من جسم. لو انا جيت هنا شيفت هي كمان بوكس جديد كوبي، اجي على البوكس اللي فيه خاصيه البوزيشن كونسترينت، بقدر اضيف له اد كونسترينت جديده، اد بوزيشن كونسترينت للجسم هذا. لو اجينا نلعب بالخصائص تبعته، خلينا نحط ادميه المفترض انه يتحرك باتجاه تبعه، وهلما جرب بصير انا العب بالحركه او بنسبه، هذا نحطه كمان صفر اذا انا عايز بلعب بالحركه تبعت الجسم. خلينا اشوف انا جيت خليتها صفر وهذا 100، بمعنى اخر انه الجسم تبعي هذا مرتبط بانه واحد فيهم بالمية بالمية بالبوكس الثاني. خلينا نمسك البوكس الثاني ونيجي على هذا حرك. طب البوكس الاولاني غير مرتبط فيه بتاتا. طب انا في الغالب احنا بنحط علاقات نسبيه اذا بدي احط جسمين، فانا راح احط مثلا هذا 50 وهذا 50، دائما احنا بنحاول تبقى العلاقه او مجموع العلاقتين اللي هنا يبقوا 100%، يعني كلام بنعيد بعضه في معظم الكونسترينت موجود. راح نلاحظ انه هو بتاثر بالبوزيشن هذا وبالبوزيشن تبع الجسم الثاني. وهل ما جرى انا بقدر اضيف مجموعة من الأجسام اللي يتأثر فيها البوكس تبعي. طب لو أنا عايز أمحيها، لو أنا عايز أمحي الكونسترينت هذه بكل بساطة بعلم على البوزيشن كونسترينت وبعوز ديليت، خلاص فك الارتباط بينهم. حرك هذا ملوش أي علاقة وهذا ملوش أي علاقة، مش مرتبطات الحركة مع بعض، فصلنا الحركة عن بعض. في أنيميشن كونسترينت اورينتيشن كونسترينت، هذا بوزيشن كونسترينت هذا للبوزيشن للتحريك، اورينتيشن للدوران نفس الكلام بالضبط، بس راح نستخدم للدوران.
خلينا نشوف orientation constraint. أنا عايز أربطه خلينا نقول بالجسم هذا. إذا إجوا الجسمين أو خلينا إذا دار الجسم هذا زاد عن الثاني راح نعمل له initial offset، بس لأنه الجسمين جايات يعني ما فيش اثنين عليهم أي دوران فالأمور ماشية معنا. خلينا نجي نعمل دوران هنا الجسمين بدور. خلينا نعمل سكيل، ما فيش تحريك، ملوش أي تأثير. بينفع أنا أربط الجسم هذا أقول له أنا عايز constraint الأورينتيشن constraint يعني الدوران، والثاني animation position constraint، position constraint للجسم هذا برضه فيش مشاكل. ونحط الانيشال، كيب انيشال اوفست، كنترول زد، ثواني بس، كنترول زد. انيميشن كونسترينت بوزيشن كونسترينت، طب خلينا نعود نعمل جسم ثاني، شيفت كوبي، وانا عايز اضيف الكونستنت، بقدر اضيفهم زي ما حكيت، بقدر اضيفهم من هنا انا. لو فتحنا اساين كنترولر في عندي بوزيشن كونستنت، في الغالب نحط لها بوزيشن كونستنت، وينك يا بوزيشن كونستنت، هي نفسها اللي تو اخذتها انيميشن كونستنت بوزيشن كونستنت. وبنعمل اد ونحدد الجسم تبعي، وهنا بنحط له كيب انيشال اوفست. لو انا عايز اعمل دوران او اورينتيشن كونستنت بختار الروتيشن، نختار الروتيشن اللي عندي هنا، يمكن هي هذه كانت العله اللي تو وجهناها. وبنيجي هنا على اورينتيشن كونستنت ونحطها وكيب انيشال اوفست خليها. فهان في عندي الاورينتيشن، خلينا نعمل اد اورينتيشن للجسم هذا. ففي هان في عندي الاورينتيشن والبوزيشن. لو جينا نحرك، لو جينا نعمل دوران راح نلاحظ انه الجسمين بيعملوا دوران مع بعض. طيب هذا الامور في الغالب راح نفصل فيها لما نيجي نعمل عظام ونحط قيود على العظام تبعتنا، لكن في امثله ثانيه راح نستخدمها هلقيت مباشره، اللي هي animation constraint look at constraint look at constraint. لو احنا جينا نعمل، خلينا نجيب هنا عمل لي خامة خفيفة، اعمل مشهد عينين وخليهم ويورجيك ايش راح نستخدم الـ look at constraint. بيتماب هي، لو احنا اجينا على الدي والفورمات، في يعني عندي صورة عينين انا حطيتها عشان اعمل خامة العينين، وهنا راح اجي اجيب سفير واحط الخامة عليها الصين. لو سمحت ورجيني اياها، وهي عندي. طيب اوكي، احنا نيجي نحط لها الموديفاير تبعنا UVWMAP جاية من وراء، بس احنا راح نستخدم المنطقة القدامية وخلاص. في انا صار في عندي مشهد عين حطيت عليه خامة وخلاص. ولو جيت عملت له هي كمان شيفت، هي كمان عين تاني، كوبي 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 او انسى تفرقش، وانا عايز بس احطهم في النص، ارفعهم فوق الشبكة واجي. انا عايز العينين هذول عادة احنا بنستخدم المثال هذا او بنعمله لما نيجي نعمل شخصية ونحط لها عينين، بدي العينتين يطلعوا على نفس النقطة. فاحنا بنحط حاجة اسمها look at constraint، راح احطها انا عندي هيلبر بس عشان اعرف او احدد الموقع اللي بده ينظر اليه العينتين هدول. اسف ان هي ضمي، حاول احطه في البداية في النص، وانا عايز اعطي الكونسترينت انه العينتين يطلعوا عليه. راح اجي اقول علم على العين هذه animation constraint look at، look at من اسمها look at اطلع على او انظر الى،
لوك ات كونستريينت يعني خلي عمليه الدوران تنظر دائما الى الجسم تبعي، لوك ات كونستريينت وبعلم عليه منها. طبعا كيب انيشال اوفست قلنا دائما عاده راح نستخدم كيب انيشال اوفست. والعين الثانيه انيميشن او بنفع اعملها الثانيه، خلينا نجيبها من هنا نعلم على روتيشن لوك ات كونستريينت ونعلم على الجسم تبعنا وكيب انيشال اوفست. راح نلاحظ انه العينتين تقريبا بتطلعوا على الجسم تبعي. اذا هنا مش بتطلعش كويس عليها نلعب في الاعدادات شويه نشوف. فليب لا هيك كتير. كنترول زد 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 وهيك راح تجيب لي العكس. طيب احنا عدنا بنحلها لحالنا او عدي مش هذا، احنا بنعمل كنترول زد بس نرجع الوضع الطبيعي. خلينا نشوف ايش راح يصير معي. انا عملت لوك اد كونستنت، هم الامانه الخط بتطلع هيك لكن هو مش ملتزمات كثير بالخط. خلينا نيجي على الجسم تبعي واجي احرك. فهو راح يصير في عندي عمليه دوران للجسم تبعي وكانه بنظر على الهدف تبعه اللي هو في حالته هذا هي الضمي. ماشي الامور. احنا هيك ربطنا العينين بس في عندي شويه ميل. راح احنا ملاحظين انه الخط اللي جاي هذا بدل انه وين العين المفروض تتجه، فهو اصلا الخامه انا حاططها فيها ميل، الخامه اللي انا حاططها فيها ميل. هو مفترض انه هذه السفير وفي هنا الخامه بدها تنظر هنا، بس المشكله انه الخامه تبعت العين جايه ملفوفه على شق. انوي انا بنفع احلها بكثير طرق، راح اختار الطريقه اللي لها علاقه بشغلنا، الطريقه اللي لها علاقه بشغلنا. لو انا علمت على العين اللي هان اول شيء وجيت اعملها دوران راح نلاحظ انه الدوران مسكر ما بيعملش دوران. ليه؟ لانه الدوران تبع العين هذا تبعتي مرتبط بكونسترينت قيد، والقيد هذا مجبره انه ينظر على الضمي هذه. عشان اتغلب على المشكله هذه انا حطيت الكونسترينت تبعتي على الروتيشن. راح افتح الروتيشن بتبقى مسكره، بفتحها وبنيجي على افيلابل وبنيجي هان راح اختار إيلو اكس واي زد هذه ونعص اوكي واجي. لسه لا زالت الامور زي ما هي ما بدورش، لكن راح اجي على الخاصيه الجديده. طلع في سهم صغير محطوط صح على الفوقيه هان، راح اجي ودبل كليك انتقلت الها. طب هل لقيتها هي مرتبطه بقيد وكمان في عندي خاصيه جديده اللي انا حطيتها ان انا بقدر اتحكم على الاكس والواي والزد. طلع علي فانا عودت اتحكمت فيها. وهذا الكلام وبنكرر نفس الكلام للعين الثانيه بس خلينا نتاكد من شغلنا. علم على الضمي هذه نيجي نحرك. بمعنى اخر انه لما احط قيود القيود تمنعني اني انا احرك الجسم تبعي. في الغالب راح نيجي نستخدم اذا كان دوران راح نيجي نستخدم ايلو اكس واي زد، واذا كان بوزيشن راح نلاقي لها بوزيشن اكس واي زد وبنتحكم فيها وخلص. بس بيجي بنفعل، هذه هي الاصل كانت احنا حاطين عليها قيد لوك ات وحطينا بعد اللوك ات امكانيه ان انا اقدر برضو اعدل عليه. صار في الجسم تبعي بيعمل لوك ات. نكرر نفس الكلام هنا روتيشن. طيب راح نيجي على روتيشن روتيشن افيلابل ونفس الكلام راح نيجي على ايلو اكس واي زد ونفعلها ونيجي نعملها دوران بالشكل هذا. هيك بنقدر نحرك الجسم تبعنا واحنا شايفين العين تماما بتنظر للبوكس اللي احنا عايزينه. طيب هذا بالنسبة لمثال العينين. خلينا نشوف مثال نجيب الدبابة اللي عملناها المرة اللي فاتت.
ونحاول نستخدم لوك ات كونسترينت فيها. نيجي ونشوف الدبابة كيف بدنا نحط كونسترينت عليها. لو عندي ان شاء الله لا يقدر يعني عندي ارض معركة زي هيك وعايز هنا نفترض انها في عندي مدفع وعايز المدفع يوجه مدفعه نحو الدبابة، بكل بساطة بعلم عليه animation constraint look at constraint ونعلم على جسم الدبابة. طبعا حافظين احنا keep initial offset وراح نلاحظ انه الدبابة وانا بحركها بتتحرك معي، بس يبدو انه برضو في عندي الحركة تبعتها مش مزبوطة. خليني نيجي نعملها دوران زي ما تو عملنا. ايش نسوي؟ نروح على الروتيشن افيلابل ونختار الايلو هذه، اوكي، ودبل كليك ونظبط الدوران تبعها باتجاه الدبابة، حضرة الدبابة تبعتنا. طيب نيجي نحرك الدبابة او المدفع تلقائيا بمحدد موجه مدفعه للدبابة. طيب انا راح اجي في نص الطريق هنا تقريبا، انا بدي اياه يسيب الدبابة الاولانية ويوجه المدفع تبعه للدبابة الثانية، فراح نعلم عليه واروح على look at constraint. وايش نيجي نسوي؟ نعمل له اد ونعلم على الدبابة الثانية. صار هو في حالة يعني خلينا نيجي على الوضعية اللي هان. في البداية انا عايزه بطلع على الدبابة الاولانية هي 100 والدبابة الثانية هي 0. نيجي على ال ونظبطها. لقيته هو بطلع بس على الدبابة الأولى. طيب عند نقطة معينة، نفترض عند النقطة هذه أنا عايزه، أنا عاود نروح على هذه، عايزه يطلع عند نحط كي فريم هان أوتو كي ونقول له يا عمي لو سمحت خزن لي الوضعية اللي عندنا هذه. وبعد أكم من كي على السريع انتقل على الدبابة الثانية، خلي لي انتباهك على هذه 100 وهذه تقريبا خلي لي إياها 0 وكمل. وراح يصير عندي كالآتي، في البداية بطلع على الدبابة الأولانية، بعديها بسيب انتباهه وبطلع على الدبابة الثانية. بينفع نفس الكلام لو أنا خليت المدفع الأولاني ينظر للمدفع الثاني أو المدفع الأولاني يصوب نحو طيارة وهلما جرى. طيب راح نشوف آخر مثال عن اللوك أت كونسترينت. نيجي نشوف آخر مثال عندنا على اللوك أت كونسترينت. بدنا نعمل حاجة زي هيك، أعمل ضوء أنا وراح أمسكه وحركه بهيك الاتجاهات. راح الاحظ انه الضوء بتحرك لفوق من الدائرة بتتحركش، ولما نحرك شمال يمين تحرك الدائرة معه. بهيك شكل. حتى لو وديناه على الشقة الثانية وهو بتأثر عادي. الفكرة تبعتي كلها بكل بساطة اني انا راح اخلي الضوء اللي حاطه هنا بيعمل لوك ات البوكس هذا للضامة تبعتي. ومعظم الاجسام الثانية زي السلندر هذا او التورس هذا مرتبط بالجسم هذا والجسم بالكشاف، والكشاف مرتبط بالضوء او الاضاءة اللي انا حاططها. يعني عمليا راح يبقى الاضاءة هي الابو والباقي كله له ابناء. هات نشوف كيف بدنا نعمل. فايل نيو، هذه النافذة توب،
وانا عايز اعمل ريكتانجل. ريكتانجل عايزين نعمل مربع، مش عارف في اكتر من طريقة نعمل مربع، بتهيألي انا لو جيت عملت له الطريقة هذه شوية اول مرة يعني نجربها. يوتيوب اسف، لا يوتيوب اسف، بس كمان مرة خلينا نجرب كمان مرة هيك شكل، ونيجي هان الحواف تبعتها هذا انا عايزها تكون صفر، والحواف تبعتها نخليها اربعة. ممكن تعطيني شكل اللي انا عايزه هيك شكل، وهان مش عايز سموث بس بدها شوية دوران، بدها شوية دوران بينفع لو انا حطيت عليها هنا تيربو سمو ادتبل بولي وعلمت على النقاط. انت انا بقدر اعملها دوران عادي، بس انت تطلع الجسم زي كجسم الزوايا تبعته جاية هيك هنا، فده لو عملت لها من النقاط نعمل سناب للدوران. اوكي راح تلاحظ ان الحواف ركبت على بعضها وهيك شكل يعني بأدي الغرض تبعنا، بس يمكن العريض. خلينا نيجي على الخصائص للتوب تبعي ونرفعه. انا في الغالب كنت اعملها ريكتانجل جوا ريكتانجل واعملهم اكسترود، بس يعني شفت انه الطريقة هذه يمكن شوية اسهل. طيب هذا البوكس الاولاني انا عايز اعمل جواه سلندر، او نفس الحاجة راح اعمل تيوب. تقريبا بهيك شكل هي السمك تبع. اوكي بس عايزين نزيد الدوران تبعه عشان يصير بشكل دائرة او الشكل اللي احنا عايزينه. F3 عشان اشوف الجسم تبعي، يا ريت لو هذا الجسم كان محطوط في النص. طيب انا عايز اعمل بعد هيك الكشاف اللي انا عايزه من الكشاف، ممكن نعمله نفس التوب. خلينا نعمله في البداية كبير شوي، بعدين نعمله سكيل مش قضية، وهي اللاين عشان نستخدم خاصية سناب للجريد. ونيجي الكشاف بتهيألي راح يكون زي هيك. طبعا هو واضح انه كبير، بس انا عايز استخدم الشبكة تبعتي، بعدين بعمله بكل بساطة سكيل. اقيم خاصية السناب ونيجي زي ما احنا متعودين نعمل شيفت، نعمل منها نسخة تانية عايزينها ريفرنس، ونحط عليها خاصية الليث تبعتنا. خلينا نشوف نفس البيرسبكتيف. تقريبا هيك نرجع لأربع نوافذ ونيجي نعدل على الهادي على أساس يصير الجسم شوية أنعم. هاي على اللاين آسف، نيجي على هنا نروح الجسم الأولاني الأصلي وعليه أعدل النقاط تبعتي، بتهيألي التنتين هدولهم بيبقوا سموث. هذا بده يبقى سموث، يمكن النقطة هذه مش ضرورية، لا خليها محطوطة كنترول زد. وهنا سموث الكشاف تبعي. هدول النقطتين نصغرهم شوية، شافوا انا طويل يعني يمكن هيك مناسب.
راح اجيب الجسم تبعي اعلم عليه هذا نعمل له هايد خلاص ملوش لزوم ونجيبه طبعا يعني نحاول نلاقي لنا طريقه ندخله جوا مش راح يدخل ها الا نعمل له سكيل برضو بدك تعمل له شويه سكيل برضو بده سكيل هيك صار مناسب حجمه بس في شوية ميل خفيف نعدلها من هنا تلاقيها اللي هيك صرنا نعامل أجزاء الكشاف كلها فيش عندي مشاكل ممكن واحد يحب يزود الدوران تبعت هذه شوية يعني لأن الجسم أنعم طيب هاي الكشاف تبعي عايز أحط فيه أنا إيش الإضاءة تبعتي نروح على اللايت ونحط فيه الأمني اللي هو سالك وبغلبش نحطه هنا طبعا عشان صار في عندي إضاءة شديدة خلينا نحط كمان أمني تاني أو نمسك هو ذات نفسه شيفت أعمل إضاءة عامة هو فأعمل إضاءة عامة نفس اللي بتعنيناش بس عشان المشهد ما يكونش معتم ايش عايز اسوي انا هلقيت اول حاجة عايز اتأكد انه قبل ما اعمل العلاقات مع بعضها لسه في انا ضايل عندي المسمارين في الاول في عندي كم مسمار هنا احطهم كيف كان عندي فوق راجع اعمل هنا سلندر رابط مع ال شيفت هاي كمان مع المنطقة التحتانية هذي اوكي نفس السلندر راح اعلم عليهم اعملهم دوران زاوية 90 درجة بس هدول راح ايش بيكون مالهم راح يكونوا دخلات بين الشكل الدائري هذا والكشاف ذات نفسه هيك شكل طيب اللي انا عايز اعمله او اتاكد منه عشان تزبط مع الامور والا ما بتزبطش اتاكد انه السنتر بوينت لكل الأجسام تبعتهم هذه نفس المركز يعني مركز الثقل للجسم هذا وللجسم هذا وللجسم هذا وللإضاءة كلهم لهم نفس المركز فأنا في البداية خليني أضبط المركز اللي هان راح نيجي على Affect Pivot Only اللي احنا عارفينه راح نيجي على هان و Affect Pivot Only و Center to Object يعني حط لي إياه في نص الجسم تبعي هو تقريبا كان في نص الجسم طيب الجسم الثاني او اللي راح اجعل افكت بايفت اونلي على الجسم الثاني افكت بايفت اونلي وعايز احطه سنتر تو اوبجكت بس انا عايزه يكون سنتر تو اوبجكت لمين للمربع اللي برا هذا فانا راح اجي اعمل له سناب لهنا وانا عاصص على الافكت بايفت اونلي راح اعمل له خاصيه سناب الافكت بايفت اونلي اعمل لي سناب لل في النص هذا للمربع تبعي واقول له انا عايزه على الاكس والواي والزد في الحاله هذه وبايفت بوينت مع بايفت بوينت يعني المركز تبع الدائرة هذه مع المركز تبع المربع. اوكي. ايش عايزين كمان؟ للكشاف نفس الكلام. Affect Pivot Only خلينا نحطه أول شيء في السنتر نتأكد. بعدين أقول له يا عمي لو سمحت حط لي مركزه هو مركز المربع تبعي. زاحت شوية صغيرة في فرق. نفس الكلام راح أعمله لمين؟ للإضاءة اللي عندي. Affect Pivot Only Center. وعايزين نحطها هان افكت سنتر تو سنتر وهي اوكي
هيك احنا ظبطنا مراكز الثقه على اساس ان لما يصير عمليه دوران كله يدور على نفس المركز. طيب ايش الشغله الثانيه اللي عايزها؟ عايزين نحط العلاقات الابن والابو اللي برا. خلينا نقول انه هو ملوش علاقه في الموضوع، بيشرح انه يتاثر بعمليه اللوك ات. الجسم هذا راح يكون ابن للكشاف، والكشاف راح يبقى ابن للإضاءة اللي عندي. وبالمرة الأصل إن النقاط اللي زي هدول المسمار هذا يبقى تابع لهذا، والمسمار هذا تابع لهذا، كمان المسامير اللي هان تابعة للدائرة هذه، والمسمار هذا تابع للدائرة. لو حبينا نشوف العلاقات، هي العلاقات تبعتي. راح نلاقي الأمني اللي هو الضوء تبعي، هو أبو لا السلندر ولا المسامير وهل مجرى علاقة تبعتي. أنا عارفها، مش عايز أتأكد يعني أشتغل عليه. طب نيجي نحط الضامي تبعتي واللوك أت. هاي الضامي تقريبا بهيك شكل، ونخلي الإضاءة، طبعا الإضاءة هي الأبو صح، فأنا راح أخلي الإضاءة هي تعمل لوك أت للضامي تبعي، وتلقائيا لأن الباقي تبع إلها أبناء راح يصير يتحرك ويتحرك معها تلقائيا. خلينا نيجي نعلم على الإضاءة بس. animation constraint look at constraint. طبعا احنا نيجي على keep initial offset، راح يصير عندي المشهد. هات نيجي نحرك، وهيك الحركة ممتازة صح؟ بس تعال حرك لفوق، صارت مش ممتازة. صار المفروض ان يبقى هذا مربوط ما يتحركش، المفروض يتحرك الكشاف من غير ما يتحرك الجسم تبعي. هاي كنترول زد. هو ليش هذا تحرك الاول الدائرة عندي تحركت؟ لان هي ابن للكشاف، والكشاف اتحرك تلقائيا فصارت عندي العلة هذه. الكشاف اتحرك فهي والاستاذ ودائره هذه ابن للكشاف فتحركت معه. انا راح اجي اقول له لو سمحت تعال، بس خلينا نتاكد هي عمليه الدوران عندي على ايش. اعلم على الدائره تبعتي ونروح على الجيمبل واتاكد. اه عمليه الدوران لفوق ولتحت هي على ايه؟ على زد، على اسف على اكس. انا عايز ايش اللي انا عايزه بالضبط؟ اقعد اتاكد. عايزه لما يجي يتحرك لفوق وتحت ما يدورش، بمعنى اخر لما يجي الكشاف الجسم هذا ما يدورش على محور الاكس، ما يطلعش لفوق ولا تحت. راح نيجي على الهيراركي تبعتنا هذه. ذاكرين لما اخذنا لينك انفو ايام ما استخدمنا الذراع الالي؟ طيب في الذراع الالي كنا استخدمنا هذول اللوك صح؟ في هان حاجه اسمها انهيرت. انهيرت يعني بيرث، مش الابن برث ابوه ولا برثش ابوه، برث ابوه يعني الابن. بنقول للابن انت خذ كل خصائصك من الابو، خذ خصائص الحركه والسكيل والدوران. راح اجي اقول له الدوران على الاكس، الدوران على الاكس ما تاخذوش من ابوك، ما تتاثرش فيه. الدوران على الاكس ما تتاثرش فيه. هات نيجي نشوف. حركة الدوران على الاكس ما خدهاش من ابوه، باقي العمليات كلها بتأثر بعملية الوراثة. فصار عندي الكشاف لما اطلع لفوق وانزل لتحت الكشاف بدور، لكن الاطار تبعه ما بدورش معي. ولما نيجي كنترول زد، ولما نيجي شمال يمين راح نلاقي انه الكشاف بدور، فصارت عندي الحالة زي هذه. إذا عشان تزبط مع الأمور هذه نعاود نعيد. لازم أول في البداية أحط الأجسام تبعتي إلها نفس المركز بالضبط، بعدين أحط العلاقات الأب والابن، وأفصل في العلاقات الدوران على محور الإكس أفصله عن أبوه، يعني ما خلي الدائرة تبعتي هذه ما تتأثرش بالدوران تبع الكشاف عندي. رحت علمت عليها وعلى لينك إنفو،
وجيت على خاصية الانهيرت، ايش ياخذ من خصائص ابوه؟ قلت له ما تدخلش خاصية الدوران على محور الاكس، روتيشن الدوران وجيت على محور الاكس وقيمت الصح تبعته. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.